أدعو فخامة الرئيس وأخي العزيز السيد عبد المجيد تبون لتولي رئاستي هذه القمة. بكلمة تاريخية تسلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئاسة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث جدد تأكيده على جوهرية القضية الفلسطينية. في ظل الأوضاع الدولية الراهنة تبقى قضيتنا المركزية الأولى القضية الجوهرية قضية فلسطين في صميم شغالتنا وعلى سلم أولويتنا. أتطلع أن يتم خلال هذه القمة إنشاء لجنة اتصالات وتنسيق عربية من أجل دعم القضية الفلسطينية، والجزائر على أتم استعداد لنقل هذا المطلب الحيوي إلى الأمم المتحدة للمطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. رئيس الجمهورية الذي عرج على مختلف الأزمات السياسية والأمنية العربية أكد أن الإمكانيات التي تتمتع بها البلاد العربية كفيلة بالنهوض باقتصاداتها وتطويق أزماتها. في ظل ما تتوفر عليه منطقتنا العربية من إمكانيات ومقدرات طبيعية وبشرية ومالية هائلة تؤهلنا أن نكون فاعلين في العالم كقوة اقتصادية، لا نقبل أن يختصر دورنا الاقتصادي على التأثر، ولا بد من استرجاع الثقة بأنفسنا. الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من جهته أوضح أن طوق نجاة الدول العربية مرهون بالالتزام بالعمل المشترك على جميع الأصعدة. إن دولنا العربية في حاجة ماسة لاستراتيجية شاملة للتعامل مع حالة الأزمة الممتدة. يحتاج الأمر في تقديري إلى تفكير طويل المدى من أجل تحصين المجتمعات العربية وتعزيز صمودها في مواجهة صدمات داهمة ونوازل مفاجئة. ولدي اقتناع راسخ بأن مثل هذا التفكير لا يمكن إلا أن يتبلور في إطار جماعي. القمة العربية 31 افتتحت اليوم على مستوى القادة بكثير من الأمل للم الشمل، وكذلك ستستمر غدا لتحقيق استثناء عربي يضمن الأمن والاستقرار الذي تتوق له الشعوب العربية.